الحديث الآن عن زمرة خاصة، عن لقاء خاص بين يدي الله عز وجل، عن الساجدين، الراكعون الساجدون. من هم الساجدون؟ الساجدون هم أهل الشوق إلى الله عز وجل، الذين وضعوا رحالهم بين يدي الله عز وجل، لقاء خاص. بل إن بعض السلف كان يقول ما يعني لولا كثرة السجود ولولا لذة السجود بين يدي الله عز وجل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا. كيف لا وأنت تكون بين يدي حبيبك، بين يدي الله عز وجل؟ إذا حزبك أمر فزعت إلى السجود، إذا فرحت بأمر سجدت لله عز وجل، لأن السجود هو غاية الخضوع وغاية التواضع وغاية الحب للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب منه بعض الصحابة الكرام: يا رسول الله، أريد أن أكون رفيقك في الجنة. قال: أعني على نفسك. ما قال له بالسجود، قال بكثرة السجود، لأن كثرة الصلاة تقتضي كثرة السجود، ولأن كثرة السجود تقتضي كثرة الخضوع لأمر الله عز وجل والتطامن لأمره. فهل سجدت قلوبنا قبل أن تسجد أجسامنا وجوارحنا؟ هل سجدت أحوالنا لله عز وجل؟ يعني الإنسان إذا كان مكثرا للسجود بين يدي الله عز وجل ذاق لذيذ مناجاته. لذلك كان من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم الإمام السجاد. كان ما معنى السجاد؟ أي هو كثير السجود بين يدي الله عز وجل. فما أجملك أن تكون من الساجدين. الساجدون هم المقربون إلى الله عز وجل. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لذة المناجاة، لذة السجود. جرب إذا كنت في ضيق أسجد بين يدي الله عز وجل. أنا لا أريد أن الآن أستعرض آيات السجود التي مرت في القرآن الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض. آيات كثيرة تتحدث عن سجود المخلوقات كلها لله عز وجل. أنا أريد أن أتحدث عن سجود قلوبنا لله. نريد أن تسجد أحوالنا لله عز وجل حتى نذوق لذيذ مناجاة الله. لأن لذة المناجاة وأنت تمرغ خديك بين يدي العلام، كما قال بعض العلماء: كن مع الله عز وجل كالطفل الذي يبكي حتى يأخذ حاجته. فكن بين يدي العلام سبحانه وتعالى، بين يدي الله عز وجل، كالطفل الذي يلح في سجوده حتى يقضي الله حاجته. هنا يعني حضرني ملمح في الآية: الراكعون الساجدون. الله عز وجل ذكر من أحوال الصلاة الركوع والسجود، مع أن في الصلاة أحوالا كثيرة: القيام والقراءة. لماذا خص الركوع والسجود هنا؟ لأن هذين الأمرين الركوع والسجود متلازمان في قضية الصلاة. اقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما أجمل أن نعود إلى الله عز وجل، أن نكثر من السجود، أن نعاهد أنفسنا وأن نتعاهد أنفسنا وأولادنا وكل من يلوذ بنا بكثرة السجود حتى نقضي على الاكتئاب، حتى نقضي على المخاوف. الآن الناس، أغلب الناس تعيش المخاوف، تعيش القلق. عليك بالسجود وذق لذيذ مناجاة الله عز وجل والتبتل بين يديه، تجد طلبتك وأنت ساجد. اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.